سعد الله اوقاتكم بكل خير. الفلاكة عقار كيميائي ويعتبر نوع من انواع المخدرات، ويصيب الانسان بحالة من الهلوسة العجيبة. هذا النوع من المخدرات صنع في الستينات واندثر، ورجعوا الصينيين بكل اسف فعادوا تصنيعه خلال السنوات الماضية وانتشر في امريكا. من اعراض هذا المخدر انه يصيب الانسان بحالة من الهذيان العجيبة ويخليه عنيف بشكل غريب، ويرفع درجة حرارة الجسم الى اكثر من 40.5 درجة مئوية. طبعا وفق الدراسات العلمية المخدر مكون من مواد جدا رخيصة، وهذا سبب انه قيمة الحبة الواحدة في امريكا 5 دولار، عشان كذا انتشر بين الشباب. بعد ثالث جرعة يفقد الانسان قدراته العقلية ويتصرف بشكل زي ما قلنا عجيب وعنيف، وعشان كذا سمي المخدر بمخدر الزومبي. بحط لكم مقطع الان وشوفوا وحكمه فعلا ولا في الافلام. ما نقول الا الله يحمي ابنائنا وابناء المسلمين ويصرف عندنا كل شر ومكروه. Alter your state of mind, raising excited delirium, body temperature, and literally losing their mind. They're all experiencing like superhuman kind of strengths. Or it takes 6 policemen to hold them down. That's a problem. Psychotic breakdowns, hallucinations, aggressive, violent behavior, cannibalism and self-mutilation, indiscriminate violence. When Flocka takes over, we are living in the context of the end of the age. We are a nation under judgment. But you think it's bad? Wait until you see what really bad is. شفتوا المقطع؟ وهو مقطع من عدة مقاطع موجودة في اليوتيوب، وما هو مبالغ فيه أبدا وتراه حقيقة. وهذا العقار شن عليه حملة جدا كبيرة في أمريكا. والعقار يؤخذ بثلاث حالات، إما عن طريق الشم، إما عن طريق الإبر، وإما عن طريق البلع. بحطكم صورته الآن، الله يحفظنا جميعا وسلامتكم.